هلا الهدف الأساسي من هذا التدريب كان عبارة عن تحسين واقع الخدمات الطبية اللي عم تتقدم بشمال شرق سوريا، كونه دائما بظروف الحروب بالأزمات الإنسانية دائما بصير في ارتفاع بمعدل الوفيات بمعدل الإمراضيات. حسيت هذه المعلومات بالنسبة لي مفيدة في العيادة وفي عملي، سواء التعامل مع المرضى أو على سبيل العمليات الجراحية. When we developed this type of workshop, I will say it's a training workshop, and we have a very good mixture of learning methodologies, which is very participatory, and looking at what is the increase in knowledge and skills that people need or would like to have. Then we see that the results are really good.